الروبو اللي كيدير الجراحة دافينشي 11 أخيرا دخل المغرب. واش بصح هذا الروبو كيدير عملية جراحية بلا طبيب بلا جراح؟ ونزيدك كيحس بك إلا توعدتي وصل العملية، ويقدر يدير لك عملية جراحية صعيبة من خلال شق صغير أو لفتحة صغيرة كتوصل لواحد سنتيمتر. وشنو الفرق ما بين الجراحة ديال هاد دافينشي والجراحة اللي كنديرو بالمنظار اللي كاينة في المغرب؟ واش بصح إلا دارولك عملية جراحية بهاد دافينشي 11 كتصح دغيا مقارنة مع العمليات الجراحية التقليدية؟ هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الفيديوهات. الروبوت الجراحي دافينشي 11 اخيرا دخل المغرب، دخلته مساحه من اكبر المساحات اللي في المغرب باش تبدا خدامه به. هذا الروبو ديال دافينشي 11 كيتعتبر من الجيل الرابع ديال الروبوتات الجراحيه، واللي طورته الشركه الامريكيه المشهوره في مجال الجراحه الروبوتيه انتويتيف سيرجيكال. كما كيقولوا 30 عام ديال الابحاث وديال التطوير باش قدروا يوصلوا لهذا النيفو هذا من الدقه اللي كاين في هذا الروبو اللي غنعاود لكم شنو يقدر يدير. هادشي اللي خصنا نقولوا حنا من الغرب، خصنا نقولوا منهم العلوم ماشي ناخذوا منهم برامج ديال التصاحيب ولا برامج ديال المسخ. واخا سيدي، علاش هذا الروبو واعر بزاف؟ هذا الروبو كيقدر يدير واحد العمليه اللي كتسمى الام اي اس. شنو هي الام اي اس ثاني؟ هاد الام اي اس كتعني مينيمالي انفاسيف سيرجري، اي ان هذا الروبو الشريف كيقدر يدير عمليه جراحيه معقده من خلال واحد الفتحه ديال 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر. كيفاش؟ اي الشريف عواد حنا ما نديرو واحد الفتحه كبيره باش ندير واحد العمليه جراحيه اللي هي خطيره، هذا الروبو هذا كيساعدك على انك دير هذيك العمليه اللي خطيره من خلال واحد الفتحه اللي صغيره. وغنقول لكم كيفاش كيدير هذه العمليه. واش بصح هاد دافينشي هذا غادي يحيد الخدمه ديال الطبيب الجراح؟ لا، هاد دافينشي جا باش يعاون هذاك الطبيب الجراح باش يدير عمليات بدقه اكثر وبسرعه. كيفاش؟ هاد الجهاز ديال دافينشي 11 فيه واحد جوج ديال لي بيدال لتحت بحال الفران والومبرياج، وعنده مانيطاج فين كيخشي يدو هذاك الطبيب. دونك اي حركه كيديرها الطبيب كيعاود يديرها الروبو بواحد الدقه خطيره جدا. عاد كاين التلفازه كتبين لك داكشي 3 دي، ديك العمليه اللي كدير كتبين لك اون 3 دي بواحد الكاليتي اللي طالعه بزاف، وعزيز الكاميرات اللي كيكونوا في هذوك اليدين ديال دافينشي اللي كيبينوك اشنو كاين لداخل بالضبط. دونك بلا ما تحل ديك الحله الكبيره باش تشوف اشنو كاين بالضبط، هذاك دافينشي كيعطيك الصوره ثلاثيه الابعاد على شنو كاين بالضبط وفين كاين بالضبط هذاك الورم الا بغيتي تمشي تحيدو. هذا دافينشي دابا لحد الان في الوقت اللي كندوفو ما يقدرش ياخذ البلاصه ديال الطبيب الجراح ويخدم راسو، حيت هاد دافينشي هذا ما يمكنش البرمجه ديالو وما يمكنش ياخذ قرارات من تلقاء نفسه. واخا تقول لي حنا في الزمن ديال الذكاء الاصطناعي راه واحد النهار غادي يقدر يجي واحد النهار يبرمجوه، ولكن صعيب صعيب شويه بانك تخلي الصحه ديال الانسان في روبو. وانما اي قرار كيقولوا ليه الطبيب هو اللي كيديروا هاد الروبو ديال دافينشي. اشنو الفرق ما بين العمليه الجراحيه اللي غيبقى يدير هاد الروبو مقارنه مع العمليه الجراحيه العاديه التقليديه بالمنظار اللي كيديروها اطباء عندنا في المغرب؟ العمليه التقليديه كيدير واحد المنظار وكيبقى يشوف الطبيب شنو كاين لداخل من خلال هذاك المنظار في التلفازه، وكيخدم بيديه وكيخدم من خلال الصوره اللي عنده في المنظار. دونك الطبيب ملي كيكون داير يدو في العمليه دونك راه كيكون عنده ريسك طالع بزاف، وحتى الاتجاهات باش يحرك يدو قلال، عنده يا الفوق لتحت لي من ليس. عراك سيدي يا معلم، هاد الروبو اش كيدير؟ هاد الروبو كما قلت لكم عنده 7 ديال اليدين رقاقين بزاف، وهذاك اليد ديالو تقدر تدور في جميع الاتجاهات، فوق لتحت جنب تدور هكا 360 درجه ما عندهاش مشكل. ملي كيكونوا لداخل كيسهل عليهم الخدمه مقارنه مع اليد ديال البشر، زيد على ذلك انهم دقيقين واحد الدرجه لا تتصور. تقول لي هاد الروبو هذا كيفاش غادي يحس بالانسان اللي مريض؟ ربما يقدر الحديد ما يحسش به ويوعتو. لا، هاد الروبو هادوك اليدين ديالو حساسين واحد الدرجه كبيره، دونك يعطيوك القوه ديال الضغط ديالهم على هذيك المنطقه كيطلعوها لك في التلفازه. وغندوزو دابا الفوائد ديال هذا الروبو هذا مقارنه مع العمليات الجراحيه التقليديه. اول حاجه نطاق ديال الحركه اكبر، يعني ملي كيكون هو لداخل كيقدر يتحرك بزاف بلا ما يدير فتحه كبيره، ويتحرك في الجسم لداخل بزاف مقارنه مع اليد ديال البشر. زيد على ذلك الدقه والبراعه في العمليه الجراحيه تغياز معلم. غندوزو دابا الفوائد ديال المريض الا داروا لي عمليه بهذا دافينشي 11، غادي يدوز وقت قصير في المستشفى لانه داير عمليه صغيره، داير فتحه صغيره، دونك يقدر يمشي من المستشفى في وقت اقصر مقارنه مع العمليه الكبيره اللي داير ليه تشريقه معلم خاصها سلسله. وزيد على ذلك الالم اقل مقارنه مع الناس المساكن اللي كيديروا عمليات كتكون فيهم فتحه كبيره، دونك هذا غتكون عمليه فتحه صغيره ما يحسش بالالم بزاف. غنقصوا من الخطر ديال الاصابه بالعدوى، ملي كتكون عندك عمليه ولا فتحه كبيره فراك خصك تبقى تاكل لي زونتيبيوتيك باش ما تعفنش لك هذيك الفتحه، وباش هذيك الفتحه دغيا تجمع ودغيا تبرى. دونك الاصابه بالعدوى كتنقص في هذه العمليه ديال دافينشي 11. ومني كنقولوا فتحه كبيره كنقول فقدان ديال الدم بزاف، دونك في الفتحه الصغيره فقدان ديال الدم اقل ما غاديش تضيع الدم بزاف. كندوي عاوتاني على عمليه فتحه كبيره، كندوي على سيكاتريس كبير بفضل هذه العمليه ديال دافينشي 11، لي سيكاتريس غيوليو غير صغيورين مقارنه مع ديك السيكاتريس الكبيره. وعاوده سريعه للعمل ديالك ولا داكشي اللي كدير مقارنه مع اللي درتي عمليه كبيره، فراه خصك وقت طويل، وخا تمشي للدار خصك وقت طويل عاد تعافى. بطبيعه الحال هاد الفوائد هادو راه مختلفين من جراحه الاخرى، راه ماشي اي واحد غادي يغادر المستشفى، راه على حساب اشنو العمليه اللي داير. واش هاد العمليه ديال دافينشي 11 ممكن دار عن بعد؟ انا مثلا
كاين في المغرب وبغي السيد اللي غادي يدير لي الجراحه ولا الجراح اللي كنثق فيه في ميريكان واش ممكن يخدم عن بعد؟ ممكن وسهل، ولكن هاد الشركه الامريكيه قالت لك حنا ما مركزيش على هاد الشيء دابا، كون بغينا هاد الشيء ساهل يعني كيفاش نديرو كونيكتيو واحد عنده جراح عنده دافينشي 11 في ميريكان مع دافينشي 11 اللي عندنا هنا في المغرب، ساهل نكونيكتيهم ونخدموا عن بعد، ولكن حنا ما مركزيش على هاد الشيء دابا. دابا كنخدموا غير بجراح كيكون في الغرفه ديال العمليات وهو اللي كيخدم بالروب. تقريبا الانظمه ديال دافينشي بدات من سنه 2000 وداروا من سنه 2000 دابا الملايين ديال العمليات الجراحيه، ولكن الاغلب ديالهاش من انواع ديال العمليات الجراحيه اللي كيدير المسالك البوليه بعدا السرطان ديال البروستاس المتانه والكلاوي. ثاني حاجه امراض النساء استئصال الرحم سواء الحميد ولا السرطاني حتى هو كيديروا بهذا دافينشي 11. القولون حتى هو يا اللي كان فيه شي مشاكل الفضق والجراحات ديال الصدر وكيدار حتى جراحه القلب استئصال الصمام التاجي والاستئصال الرئوي. هنا كنكونوا سالينا الخط فيديو، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لنا جيم كومونتير وسبارطاجيو، ولا بغيتيني ندوي على شي موضوع كتبوا لي في ميساج في الانستغرام، غنخلي لكم الحساب ديال الانستغرام ديال القناه في الكومونتير، ادخل عندي وكتب لي الميساج غادي نشوفوا ان شاء الله ونحاول ندوي على جميع المواضيع اللي غادي تصيفطوا لي وزيد كده.